السلام عليكم اخواني واخواتي واصدقاء الاعزاء، ما تنساوش الاشتراك معنا في القناة وتابوناو معنا باش يوصلكم كل ما هو جديد في عالم الدواجن. في القناة ديال الاخت رقية عالم بسيط الاخوان، واحد الموضوع اليوم غنهضر عليه ضرني في خاطري بزاف. واحد الاخ صيفط لي واحد صور واحد فيديوهات، انتم تلقاوهم في الاخر ديال الفيديو. شنو دار داك الاخ؟ مشى شرا واحد 3 دجاجات من السوق ياك، وجا ورماهم ديريكتوم وحطهم مع الدجاج، معزلهم. باش انا داك النهار يا درت لا فيديو قلت لكم عزلوا الدجاج من شريوه، على الاقل حتى 10 ايام حتى 15 يوم ماشي مشكله، يخلي ما تستافد منه والو، عزلوه وخليه بوحديتو الماكله وكذا، تتاكد من الحاله الصحيه ديالو بلي راه مزيان. الصديق خدا 3 ديال الدجاجات رماهم مع السلعه ديالو، عنده شي كدا 90 دجاجه ديال الفيومي خلطه في يدي ذهبي. قال لي دازت شي واش نقول لكم 4 ايام ماشي 5 ايام، ما عقلتش بالضبط شنو قال لي في الاوديو. تلقى الدجاج الصباح مبولش واحد صافي، انتقل العدوى للدجاج. قال لي بقاو تيموتوا لي من 5 10 15 في النهار، يعني لحد الان راه مازال عنده المشكل. قلت له شنو يدير؟ ضرني خاطري بزاف على داكشي اللي شفت، والله القسم الاخوان داكشي بزاف، راه بزاف والله القسم الا بزاف. انتم تشوفوا الاخر الفيديو راه داكشي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هو ضربته، كاين دابا واحد الامراض تيتشابهوا، كاين السالمونيلا وكاين انفلونزا الطيور وكاين الكوليرا، هادو البزق ديالهم حاشاكم تيتشابه، كيكون خضر وفيه البيوضه. ولكن انا رجحت داك المرض اللي كان عنده سالمونيلا هي سريعه الانتشار، دغيا كتنتشر في الدجاج، وما داواش في الوقت المناسب، ما عطاش الوقايه للدجاج، واخا خلط على الاقل عطيه غير وقايه. الدجاج ما مريضش، واه بالك صحه جيده، نوفاموكس كولوكس هادو صالحين سالمونيلا. كاين تا فلورفينيكول تا هو صالح للجهاز الهضمي درجه ثانيه، فيه سالمونيلا فيه شي امراض معويه، ولكن هو داك فلورفينيكول صالح للجهاز التنفسي درجه الاولى. مهم كولوكس و نوفاموكس هادو مزيانين مخيرين للسالمونيلا الاخوان. راه الله القسم الا بزاف داكشي اللي شفت. اش تنصحوا الاخوان؟ حنا شوف رحمه الوالدين، راه اي واحد دوا معنا تنجاوبو، راه اللي ما جاوبتوش ولا لا ما جاوبتوش في التليفون، راه اما مشغول بزاف ما لقيتش كاين ديال نجاوب، اولا ما سمعش التليفون. اما راه من يكون بحال ما هكا يعني عندي الامكانيات نجاوب، راه نجاوب ونقول لك شنو دير. الا كان عندك شي مشكل اولا باغي شي استفسار ولا اي حاجه مرحبا. لهذا الاخوان تنصحكم عافاكم، شوف من شري دجاج انا نعطيك طريقه، اي واحد شرى دجاج جديد يعجلو بوحدو، ديك الساعه اللي جبتيه غتعطيه كولوكس. كولوكس راه معروفه، كولوكس تاخذها مع البيطاري تقول له عطيني كولوكس، دير معلقه صغيره في 5 لتر الماء. شو الدجاج اللي كان بزاف المهم على حساب الكميه اللي عندك، غتعطيها ليهم اخويا ديك الساعه في الصباح ملي غادي في الوقت اللي جبتي الدجاج غتعطيها ليهم يشربوا. من بعد غتعطيهم مده الصموم ديال 3 ايام، غتعطيهم غير نهار واحد ديال كولوكس ومده الصموم 3 ايام، وسير معاهم عادي صافي، سير مع الدجاج ماكله عاديه كدا. طيب قال لك قلت لك جلس 10 ايام، خليهم 10 ايام 10 ايام، خلي الدجاج عندك 10 ايام، ما تزولوش ما تخلطوش مع الدجاج الاخر، تتاكد باللي وملي ترجع الدجاج جديد مع الدجاج القديم عطيه كلشي ديك كولوكس، وابخي عطيهم واحد اليومين عاوتاني ديال مضاد السموم حتى الدجاج ديالك القديم، وهكا ان شاء الله غتكون تجنبتي الامراض وقيتي القاطع. وتا الا كان فيه شي مرض راه غيبان لك في ديك لان السوق فيه مختلف فيروسات وفيه مختلف الامراض مجموعين في السوق. راه انت الا مشيتي للسوق ودخلتي الرحبه ديال الدجاج واخا ما شريتيش وجيتي، ما تدخلش ديريكتوم مع الدجاج ديالك، عقم راسك سير دير اخويا عقم، حيد دوك الحوايج اللي كنتي لابس، بدل حوايجك، دير جافيل في التبرديله لتحت، امسحها بجافيل، والدنيا هانيه ماشي مشكل. ايوا هذه حلقه ديال اليوم الاخوان،
الله يخليكم والله يستر عليكم، راه شي تأنبنا وشي ضرنا وخطرنا، ما تبقاش ديروا خطوات خاطئين. سولوا اللي ما عرفش يسول، وما تخطيتش خطوه في الدجاج تسول، راه المشكل تيكون صعيب، راه الضربات تجي صعيبه. بنادم بادي براس المال ديال 10000 درهم باش تضيعها ما ساهلاش، ما ساهلش ديالك 10000 درهم الاخوان، فهمتوا؟ ما ساهلش دي عليكم 10000 درهم، وهذيك راس المال باش بادي صافي يمشي لك في رمشه عين، راه صعيب باش تولي تنوض. ما نقول لكم شنو كاين، راه غادي يدمرك، راه تبقى تقول انت ناقص من هاد الدجاج وناقص من هاد اللي يديرو، وما فيه رباح وفيه غير الانسان يخدم غير بلا تيعليو بالعقل. وانا ننصحكم الاخوان، شوف تجنبوا تشريو من السوق دجاج، اللي باغي يخدم على البيض تجنبوا يشري من السوق، مازال البلده ولا شي حاجه ماشي مشكل، نهضروا على شي سلالات مزيانه، او لا عندك انت دجاج مزيان وتجيب له شي حاجه من السوق، واخا نفس الصنف، واخا في يومي، واخا بلدي، واخا تخلطهم معهم، لا تا لا بغيتي دير شي حاجه بحالك قلت لك عزلها، عزلها ماشي مشكل، عزلها خليها واحد 10 ايام بوحديتها، طريطيها مزيان، طيح طريطمون ديالها فيتامين كل شيء المضاد السموم داكشي اللي غيخصها، ولا جات شي حاجه ديك الساعه عند الله مرحبا بيا. المهم انت دير الاحتياط ديالك، وسمحوا لنا على الغياب الاخوان، كنغيبوا عليكم الله يرحمه، ولا يحتاج مشغولين شي شويه، والله الا عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم زين سالم، الله يرحمكم الوالدين. دابا راه لقيت هاد الوقيته هادي، عطيت الدجاج ياكل، ايوا لقيت هاد الوقيته باش ندير لكم هاد الفيديو هذا. شكرا، اخوكم عماد من قناه عالم بسيط، تحياتي لكم، تحيه للجميع، الله يعاونكم، الله يوفقكم الاخوان، يا رب السلام. يلا ديتني تا خويا واحد ثلاثه لحسوم، انا رجعت هادو تا هما شويه لقاهم ماتو.